السلام عليكم. الآن كل اللي قبل يعني نوعا ما من حقك تكون ضايع فيه من ناحية طب ليش بدنا إياه أو ليش هيك درسنا. من ناحية باور سيستم الآن بدي بلش كلامنا اللي هو خلينا نقول الكونسبت في هذا الموضوع اللي هو الإفكت أوف كومبنسيشن. بدي اختصر لك اياها. يعني احنا ضعنا قبل بالفيديوهات الثلاث او الاثنين الماضيات انه انت بدك تزيد الزد سي ولا بدك تقلل الزد سي، بدك تزيد الالكتريكال لينث ولا بدك تقلل الالكتريكال لينث، واهل ام جرى. الان يفترض احنا عارفين لما بكون عندنا لايت لود، هل انت همك انك تحصل على فلات فولتج بروفايل ولا تزيد الترانسميشن لاين كاباسيتي؟ يفترض باللايت لود انت بتعاني من مين؟ من اوفر فولتج. علشان انت بتعاني من اوفر فولتج بدك تعالج هاي المشكله. عشان تعالج هاي المشكله انت مضطر شو تضيف؟ اندكتيف شنت كومبنسيشن. كمان مره، انت لما بتعاني من اوفر فولتج متى؟ باللايت لود. انت تفكيرك الاول بمين؟ بتنزيل الفولتيه، بتروح للسيرز ولا للبارالل؟ للشنت اكيد. طب شنت كاباسيتيف ولا شنت اندكتيف؟ لا، بنروح ل شنت اندكتيف. ليش شنت اندكتيف؟ لانه شنت اندكتيف بنزل الفولتيه. طيب اذا اخذنا الاكستريم انه انت انلودد تماما، انلودد فخلينا نقول انه احنا نعمل كومبليت كومبنسيشن. هل احنا بنعمل complete compensation؟ لا، بس احنا هون رحنا للإكستريم حتى يجاوبنا. الكيشنت هذا الكيشنت اللي احنا قررنا نعمل full compensation 100% inductive compensation، يعني البي او البي على اثنين هاي كلها لغيناها. الان ثيتا وبي نوت برايم are reduced to zero، وزد سي شو صار فيها؟ راحت لإنفينيتي. لأنه بالمقام زد سي بعد الكمبس بتتناسب جذر الواحد ناقص كي، صح؟ الآن هاي كي شو صارت؟ واحد، فزد سي راحت للإنفينيتي. فعشان هيك ثيتا أول شيء لأنه قلنا زد سي فمعناته بي نوت، بي نوت شو صار فيها؟ راحت لوين؟ لزيرو. طب والإلكتريكال لينث هو في البيتا شو كان في البسط؟ جذر الواحد ناقص الكي، الكي صارت واحد، فالالكتريكال لينث صار زيرو. شو يعني الالكتريكال لينث صار زيرو؟ انت اذا فولتيت السورس، اذا مش احنا قلنا في عندنا سندر وريسيفر، اذا الالكتريكال لينث ظهر كانه صفر، والفولتي اللي هون واحد بير يونت، انت معناته فلات فولتج بروفايل. طريقه اخرى قلنا احنا انت ممكن تشتغل على فلات فولتج بروفايل اذا بتحكي انت عن لوسلس ترانسميشن لاين سيستم اذا كان لودد بالسيرج امبيدنس لودينج. طيب سيرج كم السيرج امبيدنس لودينج الان افتر كومبنسيشن، افتر كومبليت كومبنسيشن؟ صفر. شو معناته؟ اذا انت عند اللايت لود يعني اوبن سيركت ما في لود، معناته انت ماتش اللودد هي نفسها الناتشرال لودينج، فمعناته انت اي فولتج بروفايل شغال؟ فلات فولتج بروفايل. تمام، فهيك انت حليت المشكلة. نرجع ونقول انت المشكلة شو كانت عندك؟ انه لايت لود يعني اوفر فولتج. كيف حليتها؟ بالشنت اندكتيف كومبنسيشن او اندكتيف شنت كومبنسيشن. تمام، هتقول لي 100%، انا بقول لك ما هو بس للتقريب. اذا انت كان لايت لود يعني 20% انت مش محتاج 100% كومبنسيشن. الان نروح للحالة الثانية، هيفي لود. اكيد احنا بنحكي عن لود فوق السيرج امبيدنس لودينج، كتابنا بحب هذا الرقم 140% من السيرج امبيدنس لودينج. بما انه هيفي لودد بالمنطق، لما بكون عندي هيفي لودد معناته انا عندي ضعف فولتيه، معناته انا وين تفكيري اني اضيف اندكتيف شنت؟ لا، بدنا نضيف ايش؟ كاباسيتيف شنت او شنت كاباسيتيف كومبنسيشن. شو راح يعمل الشنت كاباسيتيف كومبنسيشن؟ الشنت كاباسيتيف كومبنسيشن لانه نيجاتيف كومبنسيشن شو راح يعمل لنا؟ مثلا الكتاب اختار هذا الرقم علشان يطلع ماتش مع ال 1.4، وهذا في عندنا اكزامبل عليه ما تخافوش. لما انت بتقول لي بالمقام جذر الواحد ماينس كي شنت، فراح تصير زائد كي شنت. هذا بنحكي عن مين؟ عن الزد سي. واحد زائد بوينت
9 6. انت خليت في المقام يزيد، في الزد سي قلت. لما الزد سي قلت صارت الناتشرال لودينج افتر كومبنسيشن شو تساوي؟ اكثر بمقدار جذر الواحد زائد 0.94، لانه قلنا واحد بسط وواحد مقام، لانه البي نوت وفي سكوير على زد سي. فواضح حكيتها قبل شوي. الان انت لما رفعت الناتشرال لودينج تاع ترانسميشن لاين، طلع معي الناتشرال لودينج تاع ترانسميشن لاين في على زد سي، في اعتبر انها واحد بار يونت، اعتبر انها واحد بار يونت سكوير، لانها في سكوير. زد سي هاي من وين جبناها احنا؟ من الموديل تاع ترانسميشن لاين. انا وانت الان بعد ما قررنا نستخدم شنت كومبنسيشن، مش احنا عدلنا في الزد سي؟ عدلنا بالزد سي، فبالتالي تاثرت البي نوت. تاثرت البي نوت وكتبنا عليها كومبنسيتد. بي نوت كومبنسيتد شو صار فيها؟ زادت. بي نوت كومبنسيتد زادت. الان بي نوت كومبنسيتد مع هيك فاكتور انت رفعتها، البي نوت صارت بي نوت نيو شو تساوي؟ 140% من بي نوت اولد. من وين جبناها 140%؟ استخدمنا هذا القانون اللي هو 1 زائد 1 جذر الاثنين تقريبا، اللي هو 1.4 تقريبا. الان شو صار عندنا؟ السيستم هو محمل قديش؟ محمل 140% من الاولد سيرج امبيدنس لودينج، لانه احنا قلنا هيفي لود، فهو محمل فوق السيرج امبيدنس لودينج. لان لما بكون محمل هو فيري كلوز تو سيرج امبيدنس لودينج، مش انت شغال عند الفلات فولتج بروفايل؟ شغال عند الفلات فولتج بروفايل اذا افترضت انه السيستم لوسلس. هيك احنا بس وضحنا لكم شو فائدتهم فيزيكلي اثنين، شو ممكن يعملوا. لان في عندنا ورطه، شو هي السيريز كاباسيتيف؟ السيريز كاباسيتيف ثيوريتيكالي قلنا هذا ان ثيوري هو الافضل. ليش هو الافضل؟ لانه شو بيعمل؟ هو بيقلل الاثنين، بيقلل الزد سي وبيقلل الالكتريكال لينث. فلو فكرت انا وياك انه هل هو ممكن يكون حل مناسب لل 1.4 بوينت بي او، يعني لو السيستم محمل 140% من السيرج امبيدنس لودينج، هل السيريز كاباسيتيف هو good solution theoretically؟ إن يعني خلاص بس بالحسابات أنت ممكن تحقق إنه نفس الكلام اللي حكينا هون، إن أنت شغال عند new surge impedance loading لو كان series compensation مقداره 0.49. لكن practically هذا الشيء غير مناسب وراح يسوي لنا مشاكل زي ما حكينا قبل هيك. فالنقطة الأساسية ليش بنفضلش السيريز كومبنسيشن وليش دراستنا أو كلامنا اللي هون نوعا ما في نقص؟ لأنه ورطتنا اللي هي موضوع المودلينج اللي احنا بلشنا، هل هو ديستريبيوتد بارامترز ولا لامد بارامترز. إضافة كباستر بتعني تحسين الفولتية عند النقطة اللي أنت ضفت فيها الكباستر بس. وهل عند بقية الترانسميشن لاين كلها انحلت المشكلة؟ لا، مش كلها تتحلت المشكلة. فنرجع للمشكلة شو هي؟ انه احنا لما بلشنا بالموديل تاع ترانسميشن لاين شو قلنا؟ انه هو يونيفورملي ديستريبيوتد. وبعد هيك شو سوينا؟ حولناه للامد بارامترز ورسمناه زي هيك نعتبره لوسلس. والان بعد ما عملنا هيك، يعني هذا الشيء احنا صدقناه، فكرنا انه هيك الترانسميشن لاين، شو قلنا؟ ضيف something series. طب ماشي، بس هو هاي السيريز انت وين ضفتها؟ ضفتها في قطعة من قطع كثيرة، ضفتها هون انت. طب يعني انت ما عدلت كل، انت ما وزعت السي هاي على طول الترانسميشن لاين. يعني تخيل معي هذا كله ترانسميشن لاين، انت مفكر حالك انه انت ضفت كباستر هون بتشبه اضافة كباستر صغير هون، كباستر صغير هون، كباستر صغير هون، كباستر صغير هون، وهلما جرى. هذا الحكي مش صحيح. هذا الفرق بين اللامد بارامترز والديستريبيوتد بارامترز. هاي النقطة الأولى. احنا قلنا في نقطة ثانية اللي هي الماكسيمم باور ترانسفير. الماكسيمم باور ترانسفير احنا راجعنا شابتر 6 حتى نفهم هذا القانون. هذا القانون اللي انا ظاهر لكم الان اللي حطيته جوا البوكس شو هو؟ هذا الناتشرال لودينج، واشتقناه بشابتر 6. الان الماكسيمم باور ترانسفير شو راح يصير فيه مع تغير مع الكمبنسيشن؟ احنا عدلنا على مين؟ عدلنا على زد سي وعدلنا على ثيتا. فثيتا وزد سي اللي احنا عدلناهم لهم ريفليكشن على الماكسيمم باور ترانسفير. الماكسيمم باور ترانسفير فالزد سي شو راح يصير فيها؟ ممكن تقل
لما احنا بنستخدم شنت كاباسيتيف، تمام؟ فلما احنا نقللها شو بده يصير في عندنا بالماكسيمم باور ترانسفير؟ بدها تزيد. بس احساب مين؟ احساب ثيتا، احساب ثيتا على حساب الالكتريكال لينكس. فالاندكتيف كومبنسيشن بالعكس شو راح يساوي؟ راح يقلل ثيتا زي ما احنا حابين، بس على حساب مين؟ على حساب زيادة زد سي، على حساب زد سي. اللهم مين اللي بيقللهم الاثنين؟ مين اللي بس بيقللهم الاثنين؟ اللي هو السيريز كومبنسيشن. السيريز كومبنسيشن هذا الكلام اللي كنا متوقعينه من البداية، وكنا حاكين ملمحين له بالبداية انه هذا السوليوشن مناسب، لكن مش ايديا، لا مش يعني براكتيكالي مش مفروض، يعني غير مرغوب. على كل حال انا وياكم لو سالنا حالنا سؤال، التو فاكتورز اللي انت بتحكي عنهم ليش مهمين؟ اللي هم مين؟ هم البي نوت والالكتريكال لينكث. البي نوت اذا ذاكرين قلنا حمل الترانسميشن لاين بالبي نوت عند البي نوت فلات فولتج بروفايل. فكمان مره زياده البي نوت شو هدفها؟ ليش بنعدل البي نوت احنا؟ حتى نوصل للفلات فولتج بروفايل. الان ثيتا هاي ليش احنا بنحاول نعدلها او بنحاول نقللها؟ حتى نزيد الاستابيليتي تاعت الترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين اقصر يعني ستيبل، وهذا كل وشرحناه قبل هيك. طيب الان مين، بما انه زي ما هو ظاهر بالجدول اللي عدته هون بالسلايد اللي امامكم، بما انه احنا بنحقق واحد على حساب الثاني، انت اما بيتا هاي مربوطه بمين؟ بالالكتريكال لينث، وزد سي مربوطه بمين؟ بالبي نوت. بما انه انت اما بتزيد اللينث او بتقلل اللينث او بتساوي عكسه للبي نوت، فمعناته او يعني للكاركترستيك امبيدنس، معناته اما بتروح لهذا الحل او بتروح لهذا الحل. طب متى بروح لهذا الحل ومتى بروح لهذا الحل؟ نركز سوا انا وياكم حسب شو السيستم طالب منك. فمثلا واحد عنده شورت ترانسميشن لاين وعنده مشكله ومحتاج فولتج سبورت، مضطر هو بما انه هو محتاج فولتج سبورت معناته بده يحسن الفولتي، معناته لازم يفكر في البي نوت. علشان هو مفكر في البي نوت شو لازم يعمل؟ لازم يضحي بالالكتريكال انجل، بس ما راح يضحي بالالكتريكال انجل بقيمه كبيره تاثر على الاستابيليتي. نرجع ونقول شورت ترانسميشن لاين يفترض انه احنا مرتاحين ريلاكسد من ناحيه استابيليتي، ويمكن عندنا ستريس من ناحيه الفولتج. هذا لو افترضنا انه هاي الكيس اللي انت بتتعامل معها وبدك تحل مشكله الفولتيه، انت بدك تحل مشكله الفولتيه. فبالتالي انت تفكيرك لوين؟ تفكيرك للتعديل الزد سي على حساب مين؟ على حساب البيتا، بس بدون ما تاذي البيتا بطريقه سيئه. بالمقابل لو عندك لونج ترانسميشن لاين، لونج ترانسميشن لاين وانت عارف انه لونج ترانسميشن لاين فرضا وانت عارف انك انت ما راح توصل تحميله لإشي كثير عالي بالنسبه للسيرج امبيدنس لودينج، وعندك خوف من وين؟ من الاستابيليتي. فمعناته وين بيصير تفكيرك؟ بالانجل اللي انت يعني حتعطي اولويه لمين؟ للثيتا كومبنسيتد، حتى لو كان هذا الشيء احساب الماكسيمم باور سوري الناتشرال لودينج. فنرجع ونقول الاوبتيمال تشويس او البيتر تشويس اللي هو التشويس اللي انت محتاجه. ويعطيكم العافيه، بنكمل ان شاء الله بالفيديو القادم.